قبل 42 عاما أطلق أول نموذج من فولكس فاغن باسات في الأسواق، ومنذ ذلك الوقت بيع أكثر من 22 مليون نسخة من نموذج ليموزين وفاريانت في العالم، والآن تطلق فولكس فاغن الجيل الثامن. قبل أسابيع جربت النموذج الجديد من باسات فاريانت، ولكن فولكس فاغن فكرت أيضا بزبائنها الدوليين وصنعت نسخة ليموزين، وهي ما سأختبرها اليوم. بينما تعد نسخة الكومبي مقبولة بشكل جيد في ألمانيا، فإن نماذج الليموزين تحظى بتقدير خاص في الخارج. حتى على المسافات الطويلة يشعر المسافرون بالراحة، وهذا لا يتعلق بالمقاعد المريحة فحسب. نمط القيادة مريح جدا، ولكن مرونتها ليست زائدة بشكل يشعر بأن السيارة تتأرجح هنا وهناك، وهذا بالطبع نتيجة قاعدة العجلات المطولة. في الأبعاد الخارجية مثل قاعدة العجلات وطول السيارة لا يوجد اختلاف بين نموذج الليموزين بخلفية متدرجة ونموذج الكومبي، مصابيح LED في الخلف من التجهيزات المعيارية. ما يعجبني كثيراً في باسات هو نظام المعلومات والترفيه الجديد، فهو يتألف من شاشة كبيرة جداً ويمكن استخدامه كهاتف ذكي. يمكن تقريب الشاشة بإصبعين وتدوين الوجهة التي نرغب بالتوجه إليها. جيد. يبدو الحيز الداخلي لباسات الجديدة كلاسيكياً وعصرياً، والصيحات الجديدة شاشة عرض المعلومات الفعالة، لوحة عدادات رقمية كاملة، إضافة إلى إمكانية عرض معلومات نظام الملاحة أمام أنظار السائق. فولكس فاغن قامت بتجميع المحرك من أجل باسات كلياً من جديد. نموذجنا بمحرك TDI بسعة لترين وبقوة 149 حصاناً وعلبة تروس بقابض مزدوج وبتقنية بلو موشن. خلال 8.9 ثواني تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر. استهلاك السيارة وفقاً للشركة 4.5 لترات لكل 100 كيلومتر. محرك TDI بسعة لترين وبتقنية بلو موشن هو بالطبع ليس المحرك الأفضل، ولكن لانزلاق عادي ضمن حركة السير ولتجاوز سريع يكفي تماما. حسب الرغبة، فإن باسات فيها مجموعة من أنظمة المساعدة مثل المساعد الأمامي مع ميزة الفرملة في حالة الطوارئ في المدن، ومجهز بإمكانية الكشف عن المشاة، وكميزة جديدة يمكن ركن السيارة نحو الأمام. التقدم نحو الأمام إلى أن يظهر النظام مكاناً للركن، ونختار ما نرغب القيام به. أرغب الآن بالركن نحو الأمام، وفوراً تتولى السيارة ذاتياً المقود، وينبغي تغيير التروس والضغط على دواسة الفرامل والوقود. يبدو الأمر جيداً، أنه يمكننا الآن ركن السيارة في المكان الفارغ. رائع. لا أقوم بشيء وأراقب فقط، أضغط على دواسة الوقود قليلا والفرامل، لنرى نحو الخلف هكذا ومن ثم نحو الأمام. يقوم بذلك بدقة. بالطبع يجب القول أنه بدون نظام المساعدة ربما يكون الركن أسرع. وبعد أن قمنا بالركن بإمكاننا الآن رؤية المقعد الخلفي، وهو يتيح بالرغم من أن السيارة أقصر من سابقتها مساحة واسعة لطوال القامة، ميزة خاصة بنماذج الليموزين، إذ يمكن طي المقعد الخلفي، ومن الممكن الانتقال إلى داخل صندوق الأمتعة، وهذا ليس مريحا جدا، فهو صندوق أمتعة ويبقى كذلك أيضا. وفي النهاية نحتاج إلى خلاصة مختبرنا. لنعود سريعا إلى مقعد السائق. بالطبع فإن باسات ليموزين تشبه فاريانت تماما، وهي ليست رخيصة، ولكنها مصنعة بشكل جيد جدا وبمواد ممتازة وبتقنيات عالية، ولذلك ثمنه أيضا. يبدأ سعرها من حوالي 26 ألف يورو،
بعد نموذج غولف ويتا وتواريغ ستكون باسات كنموذج ليموزين وفاريانت متاحة أيضا بمحرك هجين. حتى 50 كيلومترا من المفترض أن تكون قادرة على السير بشكل كهربائي بحت.